كلنا الآن قاعدين نخطط أكيد للسفر ونبحث عن فرص للحصول على أفضل وأنسب حجز للفنادق. هذا الأمر يعني إن شاء الله أنه مو صعب، أنا بالنسبة لي صعب ما أحبه، ولكن بعد الحجز نكتشف أنه يمكن فيه فنادق أفضل وبنفس المعايير، وهذا اللي دائما أنا اللي أطيح فيه. وتلقين الفندق بشكل أفضل وبشكل وبسعر أقل، وتكوني أنت يمكن أخفقتي في عملية البحث. فهل هناك في حيل ممكن تساهم بشكل كبير في الحصول على عروض فنادق وطيران مخفضة أفضل من اللي أنا ممكن أكون بحثت عنها؟ راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا عبر سكايب فهيد الفهيد، مهتم بالتسويق وتوعية المستهلك. فهيد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا وسهلا فيكم. طبعا الموضوع هذا كبير، وكثير من الناس يحاول انه يبحث عن حجز الفنادق بشكل ارخص وبشكل مناسب. ايش هو الشكل الارخص والشكل المناسب؟ في ناس يقعدوا يخططوا مثلا قبلها بستة اشهر، يقول انا بعد ستة اشهر حاسافر، اذا انا من اليوم احجز، لانه كل ما كانت المدة بعيدة كل ما كان الديل افضل. كلامك صحيح، لكن في ناس تنظر الموضوع هذا انه شيء خاطئ، انه ممكن الاسعار انها تختلف، انه اذا جاء وقت الحجز بنفس اليوم ممكن انه يكون في اختلاف كبير بالسعر من قبل ست اشهر والان. فالافضل الان انه اي شخص لما بيحجز شيء هو على ثلاث طرق. رقم واحد انه يكون متابع لاغلب المواقع حجوزات الفنادق مثل بوكينج واجودا وغيرها. الامر الاخر، الناس لما تيجي تحجز فندق هي على خيارين، يا أنه يحجز عن طريق الموقع، أو هو عن طريق المواقع يحاول يوصل للفنادق نفسها ويتكلم معهم بالجوال أو بأي وسيلة تواصل ويتفاوض معهم عن السعر، بحيث أنه مثلا بيجلس المدة أطول أو ما شابه ذلك. فالآن حنا نشوف كثير من المواقع اللي تظهر، وكل المواقع هذه تحاول أنها تقدم منافسة فيما بينها. ليش؟ علشان توصل أفضل خدمة لك أنت يا العميل. فوش اللي انت تشوف اللي الاهم انك انت تسويه؟ انك انت تتابع كل المواقع، لان كلها راح تتنافس مع بعضها علشان تقدم لك افضل سعر. ومن الطرق انك تبحث بالمواقع كلها عن طريق جوجل، بامكانك عن طريق جوجل من خانه الفنادق محرك بحث، الاغلب المواقع يطلع لك سعر الفندق من اغلب مواقع حجوزات الفنادق. طيب فهد، ودي اسالك سؤال. يعني انا عندي سفر قريب وقاعده اخطط له من اربع شهور راحت، وما شاء الله تبارك الله علي فشل ذريع في عملية التخطيط وعملية الأسعار. سؤالي، كثير مننا الآن زي ما تفضلت عملية أنا أبحث في المواقع وأشوف وأتصل على الفنادق وأتفاوض مع الفنادق، بعدين أروح أشوف خطوط الطيران، أروح مكتب أعطي لمكتب كل التفاصيل وخلاص. فإيش الطريقة اللي تعطيني جودة أفضل وسعر أفضل؟ هل عن طريق مكاتب السياحة، أو زي ما أنت تفضلت أني أضل أبحث بنفسي؟ أكيد أنه المكاتب راح تعطيك جودة عالية وبترتب لك كل شيء وبتريحك بكل شيء، لكن ما راح تعطيك سعر أفضل وأرخص من أنك أنت تسوي كل شيء بنفسك. فأي شخص يسافر بشكل كبير لازم أنه يكون متابع لأغلب المواقع هذه، علشان متى ما سمحت فرصة وراح يكون عارف للمواقع اللي تقدم له الخصومات الأعلى. فعلى سبيل المثال الآن بوكينج، لو بحجز أنا عن طريق الفيزا راح يعطوني مثلا كاش باك 10% من السعر. فاروح مثلا موقع اجودا اشوف وش ممكن هو راح يقدم لي من خدمه او سعر مناسب، واقارن بينهم واختار الافضل. فهذا شيء يعني عالمي باي حجوزات. الان لو انا بتطبيقات التوصيل على سبيل المثال، لو انا بطلب من تطبيقات التوصيل المطاعم بلاقي خمس تطبيقات، كل تطبيق يقدم لي احيانا عروضات اعلى واسعار ارخص من الثاني. فأنا لازم أتابع الكل إذا أنا أسافر بشكل كبير، علشان دائما أختار الخيار المناسب والأوفر. طيب، ذكرت موضوع التفاوض هذه وكذا، بدي أرجع لك على هذا الموضوع. هو ينفع أنا أتصل مع الفندق وأتفاوض معاه في الأسعار؟ لأنه في ناس برضو يقولوا أنه ترى أنك تحجز عن طريق الفندق مباشرة بيكون أرخص من المواقع الأخرى، لكن موضوع التفاوض هذا اللي لفت نظري، يعني كيف أتفاوض معه؟ صحيح. هي طبعا تختلف من فنادق لفنادق ومن طريقة لطريقة، البعض يصير أرخص من هنا، لكن الأفضل دائما هو التفاوض. يعني أنا مثلا أشوف لأي وسيلة تواصل اتفاوض مع الفندق، انه مثلا انا والله بجلس عندك مثلا مده طويله وانا عندي كذا وكذا، وش ممكن توفر لي؟ وممكن بعض الفنادق
هي تقدم خدمات يعني ما لها يمكن انت ما تحتاجها عاليه بس علشان ترفع السعر. مثلا تقول انا ما احتاج الخدمات هذه ولا ابي الاشياء صح. هذه مجرد هذه الاشياء اللي انا ابيها وحاولوا انكم تنزلوا لي للسعر مقارنه بالخدمه هذه. فهد انا ما اعرف يعني هل انا بالنسبه لي هذا السلوك انا جديد علي اللي انا قاعده اسمع منك او اعتبر بالنسبه لي نصيحه اول مره اسمعها اني انا اروح اتصل على الفندق واتفاوض معه لانه بالعاده لو سويتها اعتقد هتكلم الفندق يقول لك تقدر تحجز ما حد يحجز بالتليفون الان على الفندق ما ادق واحجز لا لكن هاي رجعوني على موقعهم الالكتروني على بوكينج او على مواقع التواصل صح كلامك صحيح كلامك صحيح بس غالبا بالموضوع هذا مو بس فنادق احيانا فيه فنادق وشقق ما تكون موجوده مواقع الحجز تكون موجوده بجوجل ماب فقط فممكن انت احيانا بجوجل ماب تلقى الفندق هذا او الشقق هذه للسكن وما تحصلها ببوكينج وغيره فممكن تحصل فقط رقم تواصل او اي وسيله كانت وممكن انت تتواصل معهم بالنظام هذا ممكن تكون هي فنادق جديده توها باديه ما تطورت انها تدخل مع المواقع هذه فهنا انت راح تحصل على خدمه عاليه وسعر مناسب لانه شيء جديد كلنا نشوف مثلا تطبيق جديد او موقع جديد او منتج جديد دائما في البدايه نلقى اسعاره مناسبه رخيصه بشكل كبير طبعا هذا بما يتعلق بحجز الفنادق الناس كثيرين او عوائل كبيره اذا اشخاص يسافرون بالحالهم فيه اشياء يعني اقتصاديه اكبر واوفر منها بكبير ايش هي الاقتصاديه بي ان بي اي مثلا اير بي ام بي بامكانك انك انت تحجز عن طريق اير بي ام بي سكن مع ناس او عوائل تاجر مثلا عائله عندها غرفه تاجرها لوحدها ممكن انت تستاجرها بشكل رخيص جدا ايضا فيه موقع عالمي ثاني لكن يعتبر فيه مخاطره شوي ما في احد يعني ممكن يتخذ هذا القرار اللي هو كاوتش سيرفسينج اللي هو انك انت ايش تتخذ تبحث عن الدولة اللي أنت بتروح لها راح يقدم لك خيارات إنه هذول ناس ممكن يستضيفونك إنك أنت تكون ضيف عندهم وبسعر يعني البعض مجاني والبعض بأسعار مناسبة ويكون فيه آراء عملاء وتقييم لكل شخص يقدم هذه الخدمة اللي هي الاستضافة طبعا قليل من يقدم هذه الخدمة وفي ناس لهم تجارب كثيرة بها الفائدة الأولى منها من غير بغض النظر عن السعر أنك أنت راح تكون مع ناس من هذه القرية أو من هذه الدولة وراح تدخل معهم وراح تتعرف على ثقافاتهم بشكل كبير وبتصير واحد منهم ولكن الجانب الآخر قد يكون جدا في مخاطرة عالية لأنه صحيح. هذا ثقافة أخرى وناس كذا فممكن ما يناسب البعض فهد الفهيد شكرا بالضبط. لوجودك معنا وشكرا على هذه النصائح فاصل قصير ومكملين بعد الفاصل هل أصبح التظاهر في البراندات العالمية مرض اجتماعي؟